العراق يدين تفجير القاهرة ويؤكد موقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله. الحكيم يؤكد أن الانتخابات المحلية المقبلة خطوة مهمة لترسيخ الديمقراطية. المشهداني يشدد على أنه لا يمكن استضافة عبد المهدي إلا بعد مرور سنة من عمر الوزارات. وذو المغدور بكر فاضل عبد الله يطالبون الجهات المعنية بتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل في موقع الجريمة. السلام عليكم إلى نشرة الأخبار، أهلا بكم. دانت وزارة الخارجية العراقية التفجير الإرهابي الذي حدث في القاهرة، فيما أكدت موقفها الرافض للإرهاب بكل أشكاله. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان أن موقف العراق ثابت، وهو رفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب ودعم جميع الجهود الرامية إلى القضاء على التطرف. وأشار إلى أن استعداد العراق لتقديم العون في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد حياة الآمنين. وأوضح الصحافي أن هذا الحادث الأليم يؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صورها، وأن جميع المظاهر الإنسانية هي ميادين يستهدفها الإرهاب البغيض ويوجه إليها ضرباته، وأن القضاء عليه يستلزم تكاتف الجهود الدولية والتعاون المشترك بين جميع الدول. دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم إلى الالتزام بالتوقيتات المعلنة للانتخابات المقبلة. وقال الحكيم في بيان أن المعارضة التي انتهجتها تيار الحكمة الوطني حق دستوري وقانوني يهدف إلى تصويب العملية السياسية وتسليط الضوء على المسارات الخاطئة وتقويم الأداء الحكومي والضغط باتجاه توفير الخدمات للمواطنين. وأكد الحكيم أن الانتخابات المحلية المقبلة تمثل خطوة مهمة من خطوات ترسيخ الديمقراطية في العراق، داعيا إلى الالتزام بالتوقيتات المعلنة وتهيئة الأمور اللوجستية التي تكفل نجاحها. هذا وأكد عضو تيار الحكمة المعارض حسن فدعم أن إنجازات مجلس النواب حتى اللحظة أفضل بكثير من الدورة البرلمانية السابقة. وقال فدعم في تصريح متلفز إن البرلمان الحالي نشط وأكثر فعالية من سابقيه، وأشار إلى أن تيار الحكمة يأمل من مجلس النواب أن يكون على قدر المسؤولية المناطة به وأن يكون أكثر فعالية في الفصل التشريعي المقبل. وأضاف فدعم أنه يجب تعديل الكابينة الوزارية وقد يتم تغيير نصفها بالفصل المقبل، مشيرا إلى أن 5 وزراء في الكابينة الوزارية ستتم إقالتهم بالفصل التشريعي المقبل على حد قوله. عقد المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية اجتماعه الأول برئاسة وزير التخطيط نوري الدليمي لبحث صلاحيات ومهام المجلس والسبل والآليات المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقال بحسب بيان لوزارة التخطيط، فقد حضر الاجتماع الذي تم عقده في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدد من المسؤولين ممن لديهم تماس مباشر مع حياة المواطنين. وأكد الدليمي خلال الاجتماع على أهمية دراسة جدوى المشاريع الخدمية وتحديدها ضمن سلم أولويات يتم من خلالها ضمان تقديم أفضل الخدمات في عموم المحافظات، ولفت إلى أهمية تنسيق العمل بين جميع الجهات ذات العلاقة والحرص على تنفيذ المشاريع ضمن خطة عمل مرحلية واجبة التنفيذ. أكد رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري اليوم عدم إمكانية الحكومة العراقية لحسم ملف 4000 درجة خاصة خلال الشهرين المقبلين. الجبوري قال في تصريح إعلامي إن موعد انتهاء المهلة القانونية لحسم نحو 4000 درجة خاصة هي خلال الشهرين المقبلين، ولا يمكن للحكومة مطلقا إنهاء الملف. وأضاف أن صلاحية تعيين المدراء العامين بيد الحكومة إلا أنها لم تحسم سوى 10% فقط.
ما يدل على حجم التقاعس في الحكومة على حد وصفه. وأوضح الجمهورين الكتل السياسية ما زالت تتدخل وتضغط من أجل تمرير مرشحيها قبل شهرين أو قبل تشرين الأول في الدرجات الخاصة، ما تسبب في زيادة الضغوط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. عدت اللجنة القانونية في مجلس النواب بأن الأجواء مهيئة الآن أكثر من أي وقت لتشريع قانون جرائم المعلوماتية. ووصف نائب رئيس اللجنة يحيى المحمدي في تصريح صحفي إن قانون جرائم المعلوماتية بالمهم، وأن مجلس النواب حريص على تشريعه، كاشفا عن تنظيم عدد من الورش لمناقشة هذا المشروع والاستعانة بخبراء وأكاديميين من أجل تنضيج القانون وإخراجه بالشكل الصحيح الذي يحقق الهدف من تشريعه. وأضاف إن الأجواء مهيئة الآن أكثر من أي وقت مضى على الصعيد السياسي والاجتماعي والأمني لتشريع القانون، فضلا عن دعم المرجعية والكتل السياسية لتشريعه كونه ينظم آلية التعامل في المنصات الإعلامية وعدم الإساءة والحفاظ على الاستقرار في البلد بشكل عام. أكدت اللجنة القانونية النيابية أن المحكمة الاتحادية تعمل حاليا وفق القانون 30 الذي شرع في سنة 2005 من قبل سلطة غير منتخبة. وقال عضو اللجنة حسين العقابي أن تشريع قانون المحكمة الاتحادية موضوع مهم واستراتيجي في بنية الدولة العراقية، وبين أن أي تأخير بالتصويت على القانون يعد خللا جسيما في تركيبة الدولة العراقية التشريعية، خاصة بعد التأخر بتشريع القانون لما يقرب 15 عاما. وأوضح العقابي أن بعض الأعضاء في المحكمة الاتحادية أصبحوا كبارا في السن جدا، وهناك بعض الثغرات والخلل والنقص في قانون 30، ولفت إلى ضرورة إصلاح الخلل وسد النقص من خلال تشريع قانون المحكمة الاتحادية. كشف النائب أحمد المشهداني عن نية البرلمان إنهاء ملف مرشح وزارة التربية بعد العطلة التشريعية للمجلس، وبين إن الكرة في ملعب رئيس مجلس الوزراء وليست في ملعب الكتل السياسية بما يخص مرشح وزارة التربية المتأخرة حتى الآن. أعتقد إكمال الكابينة الوزارية هذا قضية مهمة بالنسبة لنا، حتى السيد رئيس مجلس الوزراء يأخذ حريته في تنفيذ البرنامج الحكومي اللي ألزم نفسه بتوقيتات زمنية داخل مجلس النواب العراقي، وبالتالي حصل التصويت على هذا البرنامج. احنا اليوم بعد العطلة التشريعية إن شاء الله نتمنى على السيد رئيس مجلس الوزراء أن يقدم اسم المرشح إلى وزارة التربية، لأنه وزارة التربية وزارة مهمة، وزارة بالتأكيد ما تخلو من المشاكل، تحتاج إلى رأس على هذه الوزارة حتى يقوم بمسؤولياته ويقوم بواجباته الحقيقية. اليوم احنا نقول الكرة في ملعب رئيس مجلس الوزراء وليس في ملعب الكتل السياسية. اليوم سيد رئيس مجلس الوزراء يحتاج إلى قرار شجاع وقرار قوي يتخذه ويجيب الاسم إلى مجلس النواب، وبالتالي يتم التصويت أو عدم التصويت، لذلك ستكون الكرة في ملعب. فيما بين النائب أحمد المشهداني أنه من غير المعقول استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من دون مرور فترة زمنية تعد بسنة عملية على الأقل، وذلك ليتمكن البرلمان من السؤال حول ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي. بالوقت الحالي أعتقد يعني ما راح تكون هنالك استضافة. احنا نريد يمضي على اقل تقدير سنة حتى من نستضيف سيد عادل عبد المهدي نقول خلال هذه السنة شنو صار من تنفيذ البرنامج الحكومي. راح نحاسب حساب عسير، لانه انطينا يعني كل الصلاحيات الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء الموجودين ومعنيين، اعطيناهم الوقت الكافي في تنفيذ برنامجهم اللي ألزموا نفسهم. أعلن مجلس القضاء الأعلى عن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق والمحاكمة لكافة المحاكم لغاية نهاية شهر تموز الماضي. وقال بيان للمركز الإعلامي أن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق
وفي المحكمة والمحاكمة أيضا في عموم محاكم البلاد بلغ 13,058 موقوفا بتهم مختلفة. ولفت إلى أن هذا العدد يأتي بعد بذل القضاة الجهد الكبير بحسم القضايا التي تخص أكثر من 14,000 متهم نسبت إليهم تهم مختلفة. قال النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي إن انتهاكات واعتقالات قسرية وتهم كيدية تمارسها بعض القوات من الأجهزة الأمنية من خلال حملات أمنية عشوائية في مناطق مختلفة من محافظة البصرة. وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت 43 شخصا من مختلف العشائر في الهرتة، من بينهم 9 من تم اعتقالهم منذ أسبوع على حيازة مسدس واحد، مطالبا الجهات القضائية ووزارة الداخلية أن تأخذ دورها بمتابعة هذا الملف. وبين الخزعلي أنه لم يعارض اعتقال المجرمين بل الأبرياء فقط، ولفت إلى أن قوات الصدمة في المحافظة تنتهج ممارسة غير قانونية مع المواطنين خلال مداهمة المنازل، ويقوم عناصر تلك القوة بإهانة النساء والشيوخ والأطفال على حد قوله. قال المتحدث باسم مجلس النواب شاكر حامد في مؤتمر صحفي أن القوانين التي وصلت من الحكومة العراقية خلال هذه السنة التشريعية بلغت 83 قانونا، في حين صوت البرلمان على 20 منها فقط. وبيّن أن المجلس عقد 65 جلسة خلال السنة التشريعية الأولى. القوانين التي وصلت من الحكومة إلى مجلس النواب لغرض تشريعها مع مقترحات القوانين التي قدمت من السادة النواب لغرض رفعها إلى الحكومة وإعادة صياغتها، وهي القوانين التي ليست فيها جنبة مالية أو قضائية يمكن إعادتها من الحكومة إلى مجلس النواب. القوانين التي وصلت من الحكومة 83 قانون تم التصويت وما زال في قيد القراءة على طاولة التشريع في القراءة الأولى والثانية ما يقرب من 80% من القوانين المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب، وهذه نسبة كبيرة إذا ما قيست بالدورات السابقة أن تكون هناك 80%. وبالمناسبة أيضا لا بد من الإشارة أن 60% من هذه القوانين 80% هي كانت. كما أعلن المتحدث باسم مجلس النواب شاكر جاسم أو شاكر حامد إن عدد الاستضافات في اللجان النيابية بلغ 378 استضافة، أما الأسئلة البرلمانية التحريرية في الفصل التشريعي الأول فكانت 51 سؤالا والشفهية 14 سؤال. ولفت إلى أن الأسئلة في الفصل التشريعي الثاني التحريرية بلغت 75 سؤالا والشفهية منها 13 سؤالا. الاستضافات والحضور في اللجان النيابية، طبعا اللجان النيابية تعمل بشكل واسع النطاق خارج جلسات المجلس وتستضيف عدد كبير من المسؤولين سواء كانوا وزراء أو مسؤولين تنفيذيين على مستوى وكيل وزير ومدراء عامين ورؤساء هيئات، وأحيانا يصل إلى مدير الحسابات مثلا إلى المدراء التنفيذيين بدرجات دنيا. هذه تتعلق الاستضافات بشأن يتعلق بإدارة الدولة، لذلك تجدون أن أكثر اللجان وهي اللجنة المالية بلغت فيها الاستضافات 163 استضافة، وهذا يعني أن اللجنة المالية لأن حركة الدولة تتعلق بالموازنة والميزانية والصرف، لذلك أن اللجنة المالية كانت هي أكثر اللجان التي استضافت عدد كبير من المسؤولين، وكما بينت أن المسؤولين تتراوح درجاتهم من درجة وزير إلى مدير. في غضون ذلك أوضح المتحدث باسم البرلمان عن أهم مشاريع القوانين والتي هي قيد القراءات، منوها إلى أن القوانين التي تم قراءتها قراءة ثانية هي قانون المحكمة الاتحادية العليا وقانون الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى قانون هيئة الإعلام والاتصالات وقانون معالجة الجهوزات السكنية وقانون الكسب غير المشروع. ساعة
الأسئلة البرلمانية المقصود فيها هي الأسئلة التي تقدم من السادة النواب إلى المعنيين في السلطة التنفيذية من الوزراء ورؤساء الدوائر والمديريات العامة ورؤساء الهيئات الغير مرتبطة بوزارة. والأسئلة الشفهية هي التي أيضا يستدعى فيها المسؤول وتقدم شفاها داخل مجلس النواب. الأسئلة البرلمانية للفصل التشريعي الثاني، الأسئلة البرلمانية التحريرية بلغت 75، الأسئلة التي تمت الإجابة عليها هي 27، والأسئلة التي لم ترد الإجابة عليها هي 48. الأسئلة البرلمانية الشفهية العدد الكلي كان 13، والأسئلة التي تمت الإجابة عليها تحريريا هي 5، والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها هي 8. الاستضافات والحضور في اللجان النيابية، طبعا اللجان النيابية تعمل بشكل واسع النطاق خارج جلسات المجلس وتستضيف عدد كبير. قال شيخ عشيرة الوجاسم الخضر قبيلة البوعباس في مدينة سامراء عبد الكريم السامرائي أن الحادث الإجرامي بقتل الشاب بكر فاضل عبد الله جريمة نكراء، مطالبا بتنفيذ حكم الإعدام بحق الجاني في موقع الجريمة. يذكر أن شخصا يدعى سامر المقدمي قام بدوافع جنائية بقتل الشاب بكر فاضل عبد الله وهو صاحب محل لبيع الجوالات وملحقاتها في المدينة، حيث عثرت مفارز الشرطة على جثة الشاب المغدور في حي الدوانم بمدينة سامراء، وقد تم إلقاء القبض على الجاني بعد ساعات قليلة من ارتكابه الجريمة والتي أقدم عليها لدوافع جنائية على خلفية مطالبه الجاني عليه بأموال له بذمة الجاني. يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالأمس مطالبة بإعدام المجرم سامر المقدمي. هذا الحادث حقيقة هو حادث ليس حادث عادي، شخص تؤويه سامراء لمدة سنوات ويكون أحد الأشخاص صاحب محل متفضل عليه لمدة أكثر من سنتين، يعطيه بضاعة يذهب لتصريفها حتى يعيش بها وعائلته، لكن بالأخير تتراكم عليه الديون فيكون هذا هو السبب الأساسي لقتل من يطلبه، من تفضل عليه ومن أعانه ومن جعل هذه الفترة كلها يعيش بسببه. هذا حقيقة حادث كبير وخطير، لذلك نحن يعني نتابع هذا الموضوع منذ أمس، والحمد لله تم اكتشاف هذا القاتل خلال فترة قصيرة جدا وإلقاء القبض عليه واعترف بكل تفاصيل هذه الجريمة وصدقت أقواله قضائيا وسووا كشف دلالة، والآن هو سوف يعرض على المحكمة لينال جزائه العادل. احنا من طرفنا نحن يعني كأبناء عشيرة البياسم الخضر نحن نطالب أن تتم هذه الإجراءات سريعا ويحكم هذا الشخص بالإعدام وينفذ هذا الحكم في يعني في مدينة سامراء وفي موقع الجريمة حتى يعني يكون رادع وزاجر لكل ضعفاء النفوس الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم. أنا طبعا يوم أمس حقيقة يعني اتصلت بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وطلبت منهم أن تكون هذه الإجراءات سريعة إن شاء الله. فيما وجه شيوخ ووجهاء قبيلة البوعباس مطالبتهم إلى وزارة العدل بالإسراع في إصدار حكم الإعدام بحق الجاني، إضافة إلى إثبات حق المجني عليه بكر فاضل عبد الله قانونيا وعشائريا. كل يعلم هاي الجريمة جريمة بشعة حدثت في مدينة سامراء، مدينة سامراء وعشائرها العريقة اللي احتضنت نص العراق مر به من مصاعب. احنا رسالتنا اليوم ومطالبنا اليوم الى السيد وزير العدل قضاء سامراء ثم قضاء صلاح الدين ثم الى سيادة الوزير معالي السيد الوزير انه يعني تنفيذ حكم الاعدام بفترة لا تزيد عن 3 أشهر او 4. هاي جريمة بشعة، اولا المجرم هو نازح من الى مدينة سامراء، اهالي سامراء وخاصة اللي انقتل وغدر هو كان صاحب فضل عليه ويطلب مبلغ يعني قرابة 30 مليون دينار عراقي، استدرج بطريقة حقيرة مع احترامي واعتزازي للجميع، استدرج إلى منطقة الدوانم منطقة نائية خالية من الأجهزة الأمنية تقريبا، قتل بدم بارد وجاء قعد بالمحل مالته أيضا يعني حتى يغطي عن جريمته النكراء البشعة اللي ارتكبها بحق الشهيد المغدور بكر رحمة الله عليه بهذا اليوم المبارك.
المطلب الأول هذا للدولة. المطلب الثاني إحنا كعشائر راح إن شاء الله اليوم تعالى يكون عندنا اجتماع موسع على مستوى قبيلة أبو عباس، بعدها راح نوجه نداء إلى عشائر سامراء اللي هم كلهم أيضا ضامين صوتهم ويانا، وراح نطلع بقرار إن شاء الله نوجهه إلى الحكومة المحلية والمركزية، كذلك إلى عشيرة القاتل، هم مطلوبين لنا دم ومطلوبين لنا عشائريا وقانونيا، وإن شاء الله تعالى يعني الحكومة ما تخيب أملنا نطلب تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم في مدينة سامراء حتى يكون. أخبار بلا أسرار. أهلا بكم من جديد. ذو الشاب المغدور بكر فاضل عبد الله طالبوا القضاء العراقي بالقصاص العادل من المجرم سامر المقدمي بتنفيذ حكم الإعدام بحقه في مدينة سامراء وفي موقع الجريمة إحقاقا للحق ومنعا لتكرار مثل هذه الحالات الإجرامية الدخيلة على المدينة. من القضاء القصاص العادل بحق المجرم ارتكب هذه الجريمة الشنعاء بحق ابننا مظلوم، واحنا ان شاء الله كنا ثقة بالدولة والأجهزة الأمنية تاخذ القصاص العادل من المجرم، تاخذ لنا حقنا، واحنا نطالب ان هذا الموضوع ما يفوت هباء. الموضوع هذا لازم ينخذ على محمل الجد، لأن هذا الموضوع ممكن يتكرر، اليوم مصابنا غدا يجوز مصاب غيرنا. احنا بالنسبة لنا احنا ابننا انظلم، ابننا انغدر، ابننا انقتل، احنا نطالب بالقصاص العادل بأسرع وقت، وأنه تنفيذ حكم الإعدام في مدينة سامراء يكون حتى يكون عبرة لمن اعتبر. نحن طبعا مع هذا القرار، قرار أهالينا في سامراء أن يكون الحكم في نفس المكان اللي نفذ بها جريمته في مدينة سامراء. شركة الفاو العامة تعيد عمار بناية ناحية المعتصم جنوبي سامراء. أكد مدير بلدية سامراء دريد عبد القادر أن كوادر البلدية مستمرة في أعمال إزالة تجاوزات وتأهيل وتنظيف بعض الشوارع الرئيسية في المدينة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، فضلا على أعمال التبليط المستمرة، مشيرا إلى وجود معوقات في العمل أهمها وجود نقص كبير في الآليات التابعة للبلدية. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم كوادر بلدية سامراء بأعمالها اليومية وكل حسب الاختصاص والعمل المناط به. اليوم قامت الكوادر بإزالة التجاوزات في سوق الرشيد الشعبي، كما قامت كوادر التنظيفات بكنس شارع معمل الأدوية وشارع الفاطمي، بالإضافة إلى تجهيزات المتنزهات والمشات لتجهيزها خلال أيام عيد الفطر المبارك إن شاء الله تكون مفتوحة. أما الآليات الثقيلة فتقوم برفع الأنقاض والنفايات من عموم أحياء مدينة سامراء. أعمال التبليط اليوم موجودة في حي القلعة، تبليط شوارع. طبعا هناك معوقات كثيرة في العمل، من ضمنها سحب بعض الآليات من قبل القوات الأمنية للعمل، طبعا الأمر الذي يؤدي إلى نقص في الخدمة في مدينة سامراء، كما أن بعض المواطنين بل ونقول أغلب المواطنين غير متعاون مع البلدية في رمي. في السياق ذاته بيّن مدير مجاري مدينة سامراء دري صبيح أن أعمال دائرته تصطدم بقلة الآليات والكوادر التي أغلبها ما زالت تعمل بصفة عقود، وبيّن أن الاستعدادات جارية من الآن لتأهيل خطوط المجاري استعدادا لفصل الشتاء المقبل. يقوم كادر مركز مجاري سامراء بحملة لتأهيل وتنظيف خطوط مجاري مياه الأمطار والمياه الثقيلة في أحياء متعددة ضمن المناطق المخدومة في سامراء. بالأمس قمنا بتأهيل الخط الناقل في الشارع الحولي لحي الزراعة. هذا الخط الناقل هو خط خاص بحي السكك وحي الزراعة وخط كبير، تم بحمد الله تأهيل هذا الخط. اليوم في أحد الشوارع في حي السكك نقوم بتأهيل خطوط المجاري، أيضا استعداد لموسم الشتاء
لغرض تأهيل المنهولات وخطوط المياه الأمطار والثقيلة. كادر دائرة مجاري سامراء بالحقيقة كادر قليل، أغلبه هو أجور يومية. نتمنى من الجهات المعنية أن تنظر إلى هذه الشريحة من حيث تحويلهم إلى عقود أو على الملاك الدائم وتحسين أجورهم، كذلك عدد الآليات اللي يمتلكها المركز قليلة مقارنة بحجم المدينة. أكدت دائرة المهندس المقيم في شركة الفاو الهندسية العامة أنه تم تسلم الأرض الخاصة بإنشاء بناية ناحية المعتصم بعد رفع الأنقاض من البناية في المدينة، حيث حددت الفترة 180 يوما لغرض تسلم البناية الجديدة للناحية، فيما أوضح عضو مجلس الناحية وسام زيد أن هنالك أضرارا كبيرة لحقت بعدد كبير من المنشآت والدوائر والبيوت فيها، مطالبا باستمرار أعمال البناء والإعمار ودون توقف من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطني ناحية المعتصم. على بركة الله إن شاء الله اليوم يصير استلام الموقع من قبل دائرة المهندس المقيم، والمشروع يتمثل بإعادة إنشاء مديرية ناحية المعتصم. تم تكليف شركة الفاو الهندسية العامة إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان من قبل صندوق إعادة الإعمار للمناطق المتضررة من العمليات الإرهابية. المبدأ العمل راح يكون على أساس أنه رفع البناية القديمة بالكامل بالكامل ورفع الأسس وإجراء تحريات بعد ما رفع الأسس ورفع الأنقاض خارج الناحية حسب توجيه المهندس المشرف. يتم إجراء تحريات التربة في أحد المراكز الاستشارية في بغداد. إن شاء الله إحنا نتأمل أنه المشروع المدة المقررة هي 180 يوم، نتأمل أنه ننجز المشروع بأسرع ما يمكن، ونتأمل أنه من مديرية الناحية والجهات المعنية والجهات الأمنية أنه تساعدنا بإنجاز هذا العمل. بعد دخول تنظيم داعش إلى ناحية المعتصم في عام 2014 والحروب والمواجهات التي حدثت بين القوات الأمنية وداعش، حصل تفجير لبنايات مهمة وهي المجمع الحكومي والمستوصف وبعض الدور للمواطنين، وهناك خراب حصل في المنطقة، وناشدنا الجهات الحكومية المسؤولة لإرجاع وبناء ما تم تفجيره من قبل داعش الإرهابي، ولم يكن جدوى في المناشدة. واليوم والحمد لله تبنت شركة الفاو التي هي إحدى تشكيلات وزارة الإعمار بناء هذا المجمع الحكومي، ونتمنى نحن الحكومة المحلية أن يتم البناء وبدون توقف، وذلك خدمة للصالح العام وخدمة للمواطنين. ولسنا ببعيد، حيث أكدت بلدية ناحية المعتصم أن وصول الآليات المتخصصة للأعمال البلدية والزراعية كان له الأثر الكبير في رفع مستوى الأداء الذي انعكس إيجابا على الواقع الخدمي في الناحية. بعض الآليات لمديرية بلدية المعتصم وهي ما لوريين قلاب وحوضية وشفر صغير متعدد الأغراض، لكن ينقصنا بعض الآليات للمديرية منها شفل كبير وكابسات نفايات وجريدر، لأن مساحة المديرية كبيرة جدا ومشمولة بقرى وأرياف قريبة على المدينة، والآليات قليلة ما تكفي للمديرية. احتياجاتنا بعد أكثر، المديرية كانت ساقطة بحقبة داعش، آلياتها سرقت من قبل عصابات داعش الإجرامية، فالمديرية جينا عليها بعد أحداث 2014 لقيناها مديرية فارغة ما يلتقيها أي شيء، كلها بعد الأحداث اللي هو احتصنا على كابسة واحدة فقط، بقت عندنا واحدة عاطلة عمرناها وصلحناها، والآن هنا كابستين على كل الناحية، فما يكفن
كابستين لمديرية بلدية المعتصم، يحتاجنا بعد فد كابستين أو ثلاثة. إشراف الأستاذ المهندس ياسر غايب مدير بلدية المعتصم. بلدية المعتصم حاليا الحمد لله والشكر بعد وصول الآليات الحديثة والجديدة إلى البلدية تقريبا غطينا 90% من حاجات البلدية لأعمال التنظيفات وسقي المزروعات وصبغ الأرصفة وكنس الشوارع، الحمد لله غطينا 90%. نرجو من المواطن معاونة كادر البلدية، معاونتهم عن طريق رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها بعد توزيع الحاويات المعدنية سعة 1100 لتر إلى كافة شوارع الناحية. نرجو وضع. وإلى قضاء تكريت، حيث يشكو أهالي حي الديوم أحد أكبر الأحياء السكنية غربي القضاء من مشاكل جمة في أغلب القطاعات الخدمية كالكهرباء والماء والمجاري، مطالبين الحكومة المحلية بأبسط استحقاقاتهم في منطقة تقع في مركز محافظة صلاح الدين. مصطفى الوحادي معه التفاصيل. حي الديوم والذي يعتبر من أكبر أحياء مدينة تكريت، إذ يقع هذا الحي غربي المدينة، إذ لا يزال ساكنو هذه المنطقة يعانون من نقص حاد في الخدمات كمياه الشرب والتبليط من أهم الاحتياجات في هذا الحي. حي الديوم صار أكبر حي بالمحافظة صلاح الدين بالنسبة على تكريت. مي ماكو، كهرباء قليلة، الخدمات التبليط ماكو، السيارات تكسرت، مناطق عندنا هنا 6000 3000 كلها ما بي مي. فنرجو من المسؤولين أن يسوون خدمات مجاري، مي، كهرباء يحسنوها، التبليط. والله منطقة الديوم الشيء الأساسي اللي نحتاجه هو تبليط، مثل ما تشوفون الشوارع اللي أمامكم من الثمانينات هي الديوم سكنت، واللي حد الآن لا تبليط لا خدمات، مدرسة واحدة تعاني بها اللي هي ابتدائية فقط، متوسطة ما بيها، والشوارع الكهرباء هي تشطل أغلبها، مناطق سكنت واللي حد الآن ما بيها أعمدة كهرباء، المي أغلب المناطق الموجودة ما بيها تشعب داخلي، يعني مشطلين من مسافة 200 متر أو 300 متر. وهاي المعاناة أكثر. والأوضاع المعيشية التي يعيشها ساكنو هذا الحي دفعتهم أن يناشدوا من خلال قناة سامراء الفضائية الحكومة المحلية وبلدية تكريت لتوفير أبسط استحقاقاتهم من الخدمات والتي من المفترض أن تتوفر. وشن هل عندنا؟ لا تبليط، لا يعني مجاري ماكو، الكهرباء هسا شلون نقول كلها هسا كنا نشوف مربع ثاني يوم جمع المختار. يعني لحد الآن وايرات ساحبيها 500 متر 100 متر 300 متر، كلها وايرات بالشسمة، يعني وايرات كلها مجلخة أصلاً، يعني بأطفال تروح ورايحة وجاية. المدرسة يعني أنا هالمدرسة قريبة علينا، المدرسة بيها تقريباً زخم بس 800 بس 800 طالب بيها أو 800 طالبة، يعني لا مدرسة لا، والشوارع هاي والله سيارتنا تكسرت. يا عمي هو هسه أكبر حي بالشسمة بالتكريت هو الديوم، هسه ما شاء الله من هنا للقادسية كل حي الديوم، يعني هسه والله مرات نروح نأجر جوا بتكريت ما من الماي بالتناكر، يعني ما يجي يومين ثلاث أيام شنو هال. وتعاني أغلب أحياء مدينة تكريت من نقص حاد في جميع الخدمات، لعل أبرزها إكساء الطرقات وخدمات المجاري والكهرباء. من حي الديوم غربي مدينة تكريت، مصطفى الوحادي، سامراء الفضائية. مشاهدينا ما الآن فانتقالة إلى جديد الأخبار الرياضية مع زميل حميد المظهور. أخبار بلا أسرار. بلا أسرار.
شكرا للزميل حميد المذور على هذه الأخبار الرياضية. أما ختام النشرة سيكون مع أبرز العناوين. العراق يدين تفجير القاهرة ويؤكد موقفه الرافض للإرهاب بكل أشكاله. الحكيم يؤكد أن الانتخابات المحلية المقبلة خطوة مهمة لترسيخ الديمقراطية. المشهدان لا يمكن استضافة عبد المهدي إلا بعد مرور عام من عمر حكومته. ذو المغدور بكر فاضل عبد الله يطالبون الجهات المعنية بتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل في موقع الجريمة. هذا كل شيء في النشرة، شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.